فلنرقص هي الدعوة التي وجهتها بعض المنظمات الدولية التي تنظم حملة تحت اسم مليار شخص ينهض، أملاً في رفع الوعي بممارسات العنف ضد المرأة. ألغى البرلمان اللبناني مادة في قانون العقوبات تمنع تجريم المغتصب إذا تزوج من ضحيته، رغم ذلك لا تزال بنود أخرى تحتاج إلى تعديل. تقارير إعلامية بموت طفلة أخرى في اليمن تبلغ الثامنة من عمرها ضحية للزواج من رجل يكبرها بأربعة أضعاف.